حل فريق كاظمة ضيفا ثقيلا على النصر ضمن منافسات دوري فيفا الممتاز. المواجهة أدارها الحكم السعودي محمد الهويش. النصر بدأ المواجهة ضاغطا على خصمه باحثا عن تسجيل هدف أول مبكر، لكن المحاولات النصراوية لم يكتب لها النجاح. رد كاظمة كان قاسيا عندما استغل شبيب الخالدي خطأ المدافع روبن وسجل الهدف الأول لكاظمة. النصر عاد سريعا وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق البحريني سيد ضياء الذي تلقى عرضية مثالية من السعودي تيسير الجاسم. تسديدة أتاكورا مرت بجانب مرمى النصر لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. أولى الفرص في شوط المباراة الثاني أتت لكاظمة عن طريق شبيب الخالدي من ركلة حرة مرت بسلام على مرمى محمد هادي. البرازيلي أندرسون كاد أن يضيف الهدف الثاني وحسين كنكوني يتألق بإبعاد الكرة. تسديدة جميلة من عبد العزيز المشعان وكنكوني ببراعة أبعد الخطورة لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. بغض النظر ان كاظمة فوق وكاظمة تحت، الأمانة خلينا نتكلم بصراحة نوعا ما، كاظمة لو يقدم عروض كثيرة ممكن نشوف البعض ما ينصف نادي كاظمة، وهذا اللي قاعد يدور بين جهاز إداري وجهاز فني وإخوان اللاعبين. ممكن إذا نشوف كاظمة فوق كاظمة تحت، لكن أكيد لاعبين نادي كاظمة ما يطمحون إنه يدشون المباراة وما يحققون 3 نقاط. الحمد لله إحنا قدمنا مستوى جيد اليوم، خصوصا بداية المباراة إحنا ضيعنا 3 فرص أو 4 فرص بعدها قبل كاظمة. دائما يقول لك إذا أنت ما تقول لا تقول عليك، لكن الحمد لله رجعنا وقولنا مرة ثانية، وأعتقد إن اليوم مستوانا وايد ممتاز. النصر وكاظمة سقوط جديد بتعادل بهدف لهدف لا يسمن ولا يقني من جوع في جدول ترتيب الدوري للجولة السادسة. التعادل الإيجابي يفرض نفسه في مواجهة النصر وكاظمة في نتيجة لا تخدم طموح الفريقين بالتقدم خطوة إلى الأمام. فواز الصلال لبرنامج الديربي.